امرأة من الأعراب عجوز مغمورة لا يعرفها أحد، ظلمها رجل أرضا فأتت مسجد الله الحرام عند السهر، قال الأصمعي فسمعتها ورفعت يديها تقول: يا من ليس له رب يدعى وليس فوقه خالق يخشى وليس دونه إله يرجى وليس بعده أحد يبقى، ليس له وزير يؤتى ولا صاحب يرشى ولا بواب ينادى، مني لك ورد علي أرضي. قال الأصمعي: والله لقد نودي عليها في المسجد باسمها، فرد الله لها أرضها ونصرها على ظالمها قبل أن نصلي الفجر. ومن العجائب ما قرأته في كتاب سراج الملوك للطرطوشي، نقل أن سلطان صقلية أرق ذات ليلة وجفى النوم عينه، تقلب في الفراش ثم اعتدل جالسا وقال: أين قائد البحر؟ فجاء قال: الآن سير مركبا إلى إفريقيا إلى المغرب، فإني قلق والله ما أدري ما أهمني. فأمر على الفور فسيرت أكبر المراكب إلى إفريقيا، فأصبح السلطان والمركب في مرفئه. ألم أرسله؟ قالوا: أرسلناه أيها الملك أرسلناه. فعاد ربانه بعد ساعة قال: ائتوني به. فحضر قال: ما الذي ردك؟ قال: عرفنا أخبار إفريقيا. لما مضينا في عرض البحر ساعة في ظلمة البحر سمعنا صوتا: يا غياث المستغيثين يا الله. فتتبعنا الصوت، لما استقر في أسماعنا اتجهنا جهته، فإذا هو رجل في رمق نخيل يغرق في جوف الليل المعتم في عرض البحر، فأخرجناه فإذا هو صياد. قال: خرجنا من إفريقيا وهي والله بخير حال، لكن هجمت علينا الأموات فغرق الكل غيري، وأنا منذ ثلاث ليالي في البحر أنادي يا الله. قال السلطان: والله ما أرقني إلا نداء الرجل. سبحان من أيقظ السلطان في جوف الليل لمسكين متغوث في ظلمة البحر.